انطرد لمدة 4 سنوات، بعدين انحبس في 2012 وانحكم 12 أيام قضى منهن 10 سنوات، واليوم ارتقى شهيد. الوالد كان معه تسكير في الشرايين وكان يطلع العيادي يعطوه إبرة مسكن أو يسوي له عملية قاصدرة وما يسولوش العلاج اللازم العلاج اللازم له، أو يعطوه إبرة مخدر ورجوع على القسم يقولوا له في الشيشي، وإحنا بنحمل المسؤولية هذه لإدارة السجن لأنه مهتمش في الأسير ولا في صحته. رسالتنا اليوم إحنا نسترد ثمان الوالد، وإن شاء الله إنه مع الشهداء والصديقين يا رب، عن طريق نادي الأسيرة أو الصليب أو الأسرة المش مرضى يضربوا مشان الأسرة المرضى، لأنه الإدارة السجن تهتمش في صحتهم زي ما هو لازم، أو أمنوا لهم علاج من هين دكاترة من هين يعالجوهم، إدارة السجن بتعالج بس أبر مخدر وبرجعوهم على القيس يسوي لهم مش ولا حاجة. نترحم على روح صديقنا وشهيدنا أحمد بدر أبو علي أبو مراد، هذا الأخ العزيز الذي عاشرته في سجون الاحتلال مدة المدة التي كنت فيها في الأسر وهو كان فيها في الأسر. أخونا أحمد أبو علي تعرض إلى سياسة مهمة منهجي تقوم بها قوات الاحتلال وإدارة مصلحة السجون فيما يتعلق بالأسرى الفلسطينيين، وهي الإهمال الطبي المتعمد. نحن نحمل الاحتلال مسؤولية استشهاد أحمد أبو علي وكل الأسرى الفلسطينيين الذين يسقطون تباعا في سجون الاحتلال الإسرائيلي، الأمر الذي يؤدي بنا إلى أن نتوجه برسالة قوية جدا، ونتوجه من خلال وسائل الإعلام ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعي إلى قيادتنا الفلسطينية للضرب على الطاولة مجددا في وجه هذا الاحتلال وفي وجه هذا السلف الإسرائيلي وهذه السياسة الممنهجي، وأضيف إليها هذا الصهيوني المتطرف المستوطن الذي يسكن في كريات 4 والذي هو مسؤول مباشر عن الأسرى الفلسطينيين ما يسمى بن غفير، هذا المجرم الذي من أول يوم استلم فيه إدارة مصلحة السجون عمل على إغلاق المخابز التي تزود أسرانا في داخل السجون الإسرائيلي بالخبز. لذلك نحن هنا نطالب سلطتنا الوطنية الفلسطينية بإجراء أعلى إجراء ممكن، التوجه إلى محكمة العدل العليا، التوجه إلى محكمة العدل العليا في لاهاي وإلى منظمة حقوق الإنسان من أجل إحقاق الحق فيما يتعلق بأسرانا البواسل. أسرانا هم عبارة عن أهداف كل يوم تستهدف من قبل هذه الإدارات، كل يوم يتعرضون للإهانة، يتعرضون للإهمال الطبي. الإهمال الطبي هو أحد الأسباب المهمة جدا التي أدت إلى استشهاد أخونا ناصر أبو حميد وأخونا أحمد بدر أبو علي. الحركة الأسيرة أحمد بدر عبد الله أبو علي من مدينة يطا، والمعتقل منذ ما يقارب 10 سنوات وشهرين ومحكوم بالسجن 12 عاما، عانى من الإهمال الطبي على مدار السنوات الأخيرة، كان يعاني من السكري والضغط وكان يعاني من مشاكل في القلب، وكان هناك إهمال طبي، حاول عدة مرات مراجعة عيادة السجن إلا للأسف الشديد كانوا دائما إما أن يتم نقله بعد مماطلة من قبل إدارة السجون تجرى له عمليات القسطرة دون أن تعطي نتائج، إلى أن وصل الوضع إلى ما وصل عليه قبل 24 ساعة تحديدا عندما دخل في غيبوبة داخل القسم ما يقارب الساعة 10 ليلا، ومن ثم استدعيت الطواقم الطبية، تم إنعاشه داخل القسم ولكن كان الوضع صعب جدا، نقل مباشرة إلى عيادة بجانب النقب إلى مستوطنة متسبي رامون وبقي بها لساعات، ومن ثم نقل إلى مستشفى ساروكا إذا حتى تبين أنه فارق الحياة. الأسير أحمد بدر أبو علي من العناوين النضالية الوطنية داخل سجون الاحتلال ومن الذين عانوا من الإهمال الطبي. باستشهاد الأسير أحمد بدر أبو علي يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 235، ولن يكون الأخير في ظل الإجراءات الإجرامية التي ينفذها إيتمار بن غفير وطاقم هذه الحكومة المجرمة. نتوقع أن يكون مزيد من الشهداء في حال استمرت هذه الإجراءات والإهمال الطبي بحق الأسرى. بده يكملوا من هان، روح روح زكريا روح روح علاء.
الشهداء. باب الأقصى من حاجز.